sua fede, col suo ikhlas, col suo iman, col suo yaqeen, ha cambiato dall'84 ad oggi la vita di oltre 110 milioni di persone. Quando penso a un esemplare di eroe, quando penso a una persona che possa essere presa come riferimento per l'intera umanità, non penso a nessun'altra persona, non mi viene nessun'altra figura se non la figura della persona che questa sera ho il piacere e l'onore e con voi l'orgoglio di dare il benvenuto con un fortissimo applauso al fondatore di Islamic Relief, il dottor Hani Al-Banna. تأتيها بمسافة كبيرة
اللغة الإنجليزية 600,000، ثم الفرنسية 160، ثم الروسية 130. وهيهات هيهات لمن يستطيع أن يرتقي من هذه اللغات إلى قمة اللغة العربية. فأنا إنسان، وأنا إيطالي، وأنا مسلم، وأنا عربي إن تكلمت العربية. فهذا أنا، فمن أنتم؟ كل منا لابد أن يحدد معالم شخصيته، وكل منا لابد أن يحدد لأبنائه وبناته معالم شخصيتهم، لكي يستطيعوا أن يرثوا إرث هذه الأمة العظيمة التي ما سكنت في مكان إلا وأقامت. ما سكنت هذه الأمة في مكان إلا وبنت الحضارة من أبناء هذا المكان، لكي تقام الحضارة على أرض هذا المكان، ولكي تخرج العلوم من أرض هذا المكان. وهذا ديدننا في الأندلس، وهذا ديدننا في العراق، وهذا ديدننا في سوريا، وهذا ديدننا في مصر وفي كل مكان، وهذا ديدننا في تركيا، في كل الحضارات التي أقيمت على ضفاف الأنهار بهذه الشعوب. فأنتم أصحاب حضارات، وده جزء من معالم شخصية الأبناء وشخصية البنات. فهذا أنا وهذا أنتم. ما هي رسالتي اللي أنا عايز أوصلها لكل إنسان؟ أحب الحياة، الإيمان حب، والإيمان رحمة، والإيمان مغفرة، والإيمان أخلاق، والإيمان بناء، والإيمان قيمة، والإيمان تعامل، والإيمان بناء، والإيمان تواضع، وخلق كريم، وخفض جناح، وإيثار، وعطاء، وكرم، وسخاء، وبذل، وعلم. كل هذا يأخذ من الإيمان. فلا بد أن نعرض أنفسنا على المجتمع وعلى الإيمان الذي رسخ في قلوبنا. ألا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الكسل الجسد كله. أحب الحياة، أحب خالق الحياة، وأحب كل مخلوق في الحياة، لأن ما خلقت هذه المخلوقات إلا لخدمتك أو لخدمتك. خلقها الله سبحانه وتعالى لنا لكي تخدمنا، فاجعلوا من الدنيا خادمة لنا، وابنوها وعمروها، وأعلوا فيها شأن العدل والكرامة والحق والحرية والمؤاخاة. فهذه رسالتي، وأتمنى أن يكون لنا رسالة. ما هو دوري في الحياة؟ وهنا أنا بقف الكلام ده علشان الشباب اللي موجودين يقفوا دلوقتي، كلكم تقفوا يا شباب. من شعر أنه شابا ومن شعرت أنها شابة فلتقف وليقف. أيوة أنا أحبك كده يا أحلى شاب أنت. ما تقول يا ابني أنت هو الشباب، أنتم أنت عواجيز. أنا أتحداكم جميعا، قوموا يا بنات، يلا قوموا قوموا قوموا. لابد 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 أن يكون لنا دور في الحياة. حذاري أن نعيش في هذه الحياة على هامشها، حذاري أن نعيش في هذه الحياة وتتفلت من أيادينا وتخرج من أيادينا ولا يكون لنا بصمة فيها. أبدا أبدا أبدا. فما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان ينعى الغنم، لكن بصماته في الحياة، لكن بصماته في الحياة ما زالت باقية إلى يوم الدين. فأين أنت الأخت اللي واقفة دي ربع ده؟ أنت أيضا. فأين أنت من خديجة؟ ها؟ وأين أنت من عائشة؟ وأين أنت من فاطمة؟ وأين أنت من محمد؟
تعال عندي كيكو. اوكي ما حدا اقول له كيكو. انا انت منهم. ها يا شباب، اين انت من هذه الرساله ومن اصحاب هذه الرساله الذين غرزوها كزرع زرع زرع ما زالت ثماره الى الان يتمتع بها ابناء البشريه في كل مكان في العالم. هذا دورنا ان نزرع، هذا دورنا ان نبني، هذا دورنا ان نصلح، هذا دورنا ان نعلي ونعلم ونقوي. هذا الدور الذي اتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم واتى به كل الانبياء. تفضل جزاكم الله خير. فلا بد ان يكون لي وانا بربي ابني وابنتي وطفلي واتكلم مع زوجتي وزوجتي توجهني ان نصنع لنا دورا في الحياه. من هم مكتب؟ ان انجز رسالتي، ورسالتي اجتماعيه انسانيه اخلاقيه، انشر فيها العدل والقيم والاخلاق. ما الدين الا مجموعه من الخلق والقيم وليس نصوص. العبادات لك انت شخصيا، اما الدين للمجتمع باخلاقك وكرمك وقيمك ومعاملاتك مع الناس. فهذه رسالتي وهذه امتي. كم ستاخذ هذه الرحله مني؟ قد تاخذ عمري ولا انت استطيع انجازها، ولكن سياتي من بعدي كريم ومحمد وعلي وسناء وسماء لكي يكملوا هذه الرساله. ولقد اتى الكثير من الانبياء ولم يؤمن بهم احد، وكانوا مؤيدون من السماء برب السماء. ها اتوا ولم يؤمن بهم احد، واتوا وقتلوا وعذبوا ولكنهم صبروا واقاموا الحياه في أفئدة الخلائق التي من بعدهم نشروا عدل الحياة في هذه الكون. اليمن جريمة إنسانية كبرى، شعب لا ينتحر، شعب في بوتقة الموت منذ سنوات. قبل أن تحدث هذه الصدمات كان معدل الفقر يساوي 20 مليون من الشعب اليمني او 15 مليون يعيشون تحت الفقر وليس عندهم غذاء كافي، منهم مليون او نصف مليون طفل. والان اصبحت هذه المأساة تتفاقم وتتفاقم وتتفاقم وتتفاقم. والسؤال انت عارفين طلع تاني، والسؤال هنا اليوم إن كنت أنا ولدت في اليمن ما كان مصير اليوم؟ إن كنا نحن ولدنا في اليمن ما كان مصيرنا اليوم؟ وما كان مصير أبناؤنا اليوم وبناتنا؟ الرسالة اليوم مش عايزين منكم فلوس، فلوس آخر حاجة نتكلم عنها، مش هنتكلم عنها لأنها مش في اليوتيوب، مش في ابنكم، مش في جيوبكم، هي بين يدي الله سبحانه وتعالى. يهبهما يهبها لمن يشاء. وهذا الشخص او هذه المراه او هذا الرجل يستطيعون بها ان يدخلوا الجنه والفردوس الاعلى. وانا لن اتحدث عن مال، انا اتحدث عن قلوب، اتحدث عن كل من يؤمن باليمن وكل من يؤمن انه او انها لابد ان يكون لها دورا لإنقاذ الشعب اليمني الممتحن منذ سنوات ومنذ سنوات ومنذ سنوات، سواء كان بالكوليرا ولا الأمراض المعوية ولا سوء التغذية ولا كل هذه الأمراض مجتمعة. ويشهد على أن الشعب اليمني قرابة 30 مليون أننا مقصرون، كما يشهد علينا الشعب السوري، الشعب العراقي، الشعب في ميانمار اللي هو الروهينجي إلى آخره آخره، كل شعوب الدنيا أننا مقصرون. لقد امتحننا الله سبحانه وتعالى بسعة من العيش. ها؟ وأرانا معاناتهم. فما هي العلاقة بيننا وبين كل إنسان؟ فأنا إنسان وأنا مسلم وأنا إيطالي
وأنا مغربي وأنا 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 إلى آخره. أين ما هو دوري في هذه القضية التي نتكلم عنها مع هذا الشعب الذي نتحدث عنه يموت ببطء، يموت ببطء مقصلة أو مموتة لكل شعب اليمني ولا محرك لساكن. دي رسالة لنا ومهمتنا، نحن مسؤولون عن الإنسان. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحلم بالعالم ويقول فيما معنى كلمته حينما مر به جنازة اليهودي أو جنازة غير المسلم، روح لم أهديها إلى الله سبحانه وتعالى، إن يحزن على أي فرد يموت ويدخل جهنم والعياذ بالله. دي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب كل إنسان ويحب كل مخلوق ويحب الحياة وبنى أركان الحياة لكي تكون لنا نبراسا ونكون فيها معالم من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا يمني أموت ببطء، وأنا يمنية لا أستطيع أن أطعم أبنائي وبناتي وأراهم يموتون الواحد بعد الواحد، الواحد تلو الآخر، ولا أستطيع أن أفعل شيئا. أسأكون شاهدا عليهم أو سيكون الشهداء علي؟ وما هو دوري وما هي رسالتي وما هي مهمتي لهذا الشعب الكريم الذي أعطى؟ وهم إذا كنا من غرب الأمة العربية فهم الذين فتحوا بلادنا وأتوا للأندلس وكانوا معنا في كل مكان، وإذا كنا من شرق الدنيا فمن ذهب إلى أندونيسيا بالتجارة وبالعلم، وهو أيضا الأشاعرة الذين منهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان يمني، وإيه تاني؟ الإيمان يمني، والفقه يمني، والحكمة يمنية، الحكمة يمنية، والإيمان يمني، والفقه يمني. فلا تبخلوا على أنفسكم وتنسوا أن لنا أرحام وأبناء وفلذات أحباب في صنعاء وفي عدن وفي الحديدة وفي تعز وفي كل مكان في اليمن. أنا لن أتحدث عن نفسي حينما زرت اليمن لأن أخونا محمد تحدث عنها كثير، لكن هأختم كلمتي بقصة بسيطة وأشعر فيها معكم بمدى معاناة من هم ليسوا من البشر. كنا في كينيا منذ في 2007 يعني كان 2005 13 سنة في منطقة اسمها مانديرا، كان فيها جفاف شديد جدا 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 وقحط وشبه مجاعة. مانديرا فيها أغلبهم سكان صوماليين. فذهبت عشان ألعب مع الحمار. ألعب مع مين؟ مع الحمار، أنا أحب الحمير. وحبيت ألعب معاه كده شوية، فبص لي بصة نظرة إلي نظرة بازدراء، والله العظيم ثلاثة بازدراء، ما زلت أتذكرها. من أنت وأنا أعاني لكي تأتي وتلعب معي؟ ليس لي ماء ولا أكل، وأنني مجهد محطم، وأنت تأتي تلعب معي؟ كانت رسالة الحمار إلي هكذا. وهنا نستشعر دورنا مع مخلوقات الله التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتخدمنا. ثم ذهبت لأرى الماعز، فكانوا النزيف يأتي من مناخرهم، أن الدود كان يأكل في أمعائهم وفي أجسادهم. وذهبت لأرى الجمل اللي هو أشد مخلوقات الله سبحانه وتعالى في الصحراء، فرأيت يئن كالرجل العجوز الذي في النزع الأخير من حياته. نحن مسؤولون عن هؤلاء، ليس فقط عن الشعب اليمني، نحن مسؤولون عن كل من خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه هي رسالة المصطفى. رسالة المصطفى مش خطب جمعة، مش مواعظ، رسالة المصطفى بناء مجتمعي قوي، إعلاء لشأن الإنسان، إعلاء للعدل والحقوق، حق الفقراء، حق المساكين، حق الحيوانات، حق
الطيور، حق الجماد، حق المياه، حق الزروع، حق كل مخلوق. كيف نكون خير أمة خلقت للناس؟ كيف إن لم يكن لنا دورا نستطيع به أن ننقذ هذه الشعوب حتى لو لم يكن معنا شيء؟ أخونا كان بيتكلم في الفيلم البسيط ده، بدأنا من لا شيء ولكن كان حلمنا أن نصنع كل شيء. وهذا يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم بدأ من لا شيء ثم صنع بكل شيء وأنجز كل شيء وأقام دولة، أقامت حضارات، وبنى رجالا ونساء أصبحوا رواكز للعالم والعالمين والإنسانية إلى أبد الدهر. حذاري يا شباب يا صغير، كلكم شباب صغير، أنت أولهم، أنت أكثرهم حكمة لكن أصغرهم سنة. حذاري أن تضعوا العقبات أمامكم، حذاري أن تقولوا ما عندنا. كيف ما عندنا وعندنا عقل وعندنا صحة وعندنا جسد وعندنا عين وعندنا أذن وعندنا 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 ما لن نستغله؟ فإن استغلناه وربطنا بين قلوبنا وبين الله سبحانه وتعالى تغيرت الحياة لرفعتنا ولعزتنا ولكرامتنا. الحياة كلها هتتغير من أجلك، الحياة كلها تتغير من أجلك، ويمشي وراءك المخلوقات ليخدمونك ويدعون لك ويشكرونك ويشكرونك، فأنت لك دور وكل واحد فينا له دور. أنا أذكركم تقريبا كلماتي خلصت دلوقتي. فين أخونا محمد الشاب الوصيف الجميل ده؟ اتجوزت ولا لسه؟ لسه لا لسه. طب تعالى عشان أقدرك على عروسه النهارده، تعالى خلاص ما بنتكلمش كتير أصلا. أنا أعرف ورده من كام سنة؟ من 20 سنة؟ من 93. 93 يعني 25 سنة قبل أنت ما تولي. طيب إن شاء الله اتجوزوه. أمين. الأمين دي يعني آه ولا لأ؟ لو أنت مش عاجب البنات مش هتتجوز. فبنتكلم نختم. أنا أسعد شيء عندي النهاردة إن أنا معايا 150 أو 200 قلب. كل قلب منكم بتريليون، هذا إذا حسبناها بالماديات في الدنيا. أما عند الله فعنده أكثر من تريليون، لأن كل قلب منكم ممكن أن يقيم أمة، ممكن أن يصنع نهضة، ممكن أن يصنع وتصنع حضارة. أنا سعيد، أنا سعيد، أنا سعيد، لأن اسمي هانئ، صح مش كده؟ صح مقبلك. وانتوا النهاردة مش عايزين نزعل محمد، محمد عنده مشاريع اعطوه فيها ما شئتم، وان لم تستطيعوا اليوم فلكم ان تأتوا بعد اسبوع او اسبوعين او شهر لتكملوا مسيرة هذا المشروع. مشروع اخواننا واخواتنا في اليمن الذين سيكونون شهداء عليكم ولكم، شهداء لكم يوم الدين. من يدرينا؟ هختم بقصة واحدة بس كنت عايز اقولها. كنا بنزور بلوشستان، بلوشستان دي في حتة اسمها باكستان، باكستان دي جنب افغانستان في العفريتية وجنب الهند. اللي فتحها محمد ايه اسمه ايه؟ الثقفي، فاكرينه؟ فتح بلاد الهند والسن. المجاعة قريبة من المجاعة اللي حصلت دلوقتي، أو القحط قريب من القحط اللي موجود في أفغانستان، اللي موجود في بعض دول أفريقيا. هناك رجل كان نفسه يقابل محمد. في نهاية الرحلة واحنا خارجين عدينا عليه. كان عنده قهوة كده بيسموها هناك أوتيل، يعني إيه القهوة؟ إيه؟ حاجة معرشة كده ومفيش حاجة فيها إلا يعني زي نار كده بتعملوا فيها الشاي، وكان كاوة وحبة مية. لو هو موجود يعمل لكم الشاي، لو مش موجود انت تعمل الشاي لنفسك او القهوه وتحط الفلوس في جيب الجاكيته بتاعتك. الراجل ده كان امل حياته انه يرى شخص معين،
كان نفسه كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرى هذا الشخص قبل أن يموت. فلما وصل الشخص مع المجموعة ما كانش مصدق، ما كانش مصدق أبدا إن محمد وصل، كان يبكي ويقول تحقق أملي ودعائي لله سبحانه وتعالى. هو نفس الشخص اللي انتوا هتساعدوه وهتساعدوا أولاده وسيدعو لكم أو تدعو لهم زوجته، تدعو لكم زوجته أو ابنته أو ابنه حينما تقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، ها مستعظمين الموقف محتاجين أو محتاجون إلى عمل أو دعوة تنقذكم أو تنقذنا من النار وتدخلنا الجنة. الناس يحبونكم ولا تعرفونهم يدعون لكم ولا بد أن ندعو إليهم، يمدون إلينا أيديهم لينقذوننا من هذه الدنيا، فعلينا أن نمد إلينا أيديهم كالشخص الذي قبرناه في بلوشستان، وكان أمل أن يرى شخص بعينه ورآه ولم يكن يصدق. وكل طفل يقف لنا أمام الله سبحانه وتعالى يدافع عنا، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز في آخر كلمتي، عمر بن عبد العزيز أمام خامس الخلفاء أو سادس الخلفاء لو احنا حسبنا أن سيدنا الحسن كان هو الخامس. ولما ولي الخلافة رضي الله عنه كانت زوجته فرحانة لجوزها الخليفة، لكن كان هو اعتزل الأمة 3 أيام يبكي. ولما دخلت عليه زوجته بعد أن خرج رأت الدموع في عينيه، أتبكي يا زوجي؟ قال لها ويحك يا امرأة، ويحك، لقد وليت أمر هذه الأمة ما وليت، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والأرملة الوحيدة واليتيم المقهور والأسير المصدوم والشيخ الكبير ذو العيال الكثير وكل هؤلاء وأمثال هؤلاء في أمتي، وعلمت أن الله سائلني عنه، وعلمت أن خصيمي أو خصمي أمام الله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم يسألني عن أمته، فخشيت ألا تثبت لي حجة في هذا الموقف العظيم، فجلست فبكيت لكي يرحمني الله في هذا الموقف العظيم. كونوا عمريين، إما خطابيين أو أبناء العزيز عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. جزاكم الله خيرا، وأنا أسعد ما في حياتي أن أراكم، أني أخذ منكم كل الطاقة الإيجابية. اديني حبة، اديني حبة، ارمولي كده، اللي عنده حبة طاقة يرميها. ارموا ارموا. ادي واحد اثنين، ها بنات ارموا يا بنات. مكسوفين دول، طاقة يا بنات، هترمي حاجة ثانية. ارمي يا ابني. احنا بناخد طاقة منك. لا لا ارمي 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 حبة طاقة. حط إيدك في جيبك كده وطلعها حبة طاقة. ارمي. انت مش فاهمين عربي؟ والله اكلمه واخه واخه ولا برشا برشا ولا هلبه هلبه ولا مغربي او جزائري او تونسي، لباس لباس لباس. مين هيرمي حبه طاقه من هنا؟ ارمي طاقه. ارمي. جزاكم الله خير. سينيوري سينيوري، جراندي ابلاوزو الدكتور هاني البنا. اوكي اوكي كويس.